ماتش جيم جدا، جيم صعب جدا مع فرقه محترمه، فرقه نادي الصيد اللي هي بطل المرحله دي في 14 سنه. الحمد لله البنات النهارده كان على قد مسؤوليه جدا وقدروا ينفذوا اللي احنا عايزينه مع سنه خوف، مع شايف الملعب مليان على الاخر، فطبعا ده عامل ضغط على البنات. فالحمد لله الحمد لله اللي احنا قدرنا نكسب، وانا بشكرهم جدا طبعا وبقول لهم كنتوا رجاله بس عندنا احسن من كده، يعني احنا عندنا احسن من كده ان شاء الله في اللي جاي ان شاء الله. كان همي رقم واحد اللي انا اخليهم يهدوا بعيد عن التوتر، بعيد عن الخوف، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. وهم يعني شويه بشويه ما دخلوا في الجيم الحمد لله الخوف والرهبه راح، دي كانت اهم حاجه بالنسبه لي. كده كده الباسكت موجود، لكن طول ما انت خايف وقلقان مش هتبقى قرارك هيبقى غلط. فهم الحمد لله النهارده قدروا يبقوا قد المسؤوليه والحمد لله. انا بشكرهم جدا وبقول لهم الف مبروك، سهلوا المكسب. انا بقالي 3 سنين ماسك المرتبط، الحمد لله 3 سنين احنا واخدين المرتبط. فان شاء الله ان شاء الله السنه دي الفريق الاول ياخد الرباعيه واحنا ناخد الثلاثيه، لان احنا بنلعب 3 بطولات، دوري المرتبط والمنطقه والجمهوريه. فاحنا عندنا 3 بطولات، فربنا كريم ان شاء الله نقدر نحققهم ان شاء الله زي السنه اللي فاتت. انا السنه اللي فاتت واخدين الثلاثيه برضو، خدنا منطقه ومرتبط وجمهوريه. فانا عارف الجيل ده قادر اللي هو يحقق ده ان شاء الله. واحنا بصراحه كنا متوترين شويه، بس الكابتن كان دايما محفزنا يعني ان احنا ان شاء الله احسن وهنكسب يعني. والحمد لله يعني هو فرق مش كبير يعني، بس احنا يعني الحمد لله تعبنا. دايما طبعا هو الديفنس اهم حاجه، مش مهم نجيب باسكت، بس المهم ان احنا نعمل الديفنس كويس عشان الكوره ما تدخلش فينا. كنت شايفاها ان هي يعني حماس قوي ان احنا الاهلي وهم الصيد من فرقه قويه مش قليله، واحنا فرقه برضو كويسه، وان احنا عملنا مباراه حلوه جدا. بالنسبه يعني ان هم ضغطوا علينا بقى واحنا ضغطنا عليهم، فاحنا كنا رافعينهم يعني، احنا كنا الفوز علينا على طول. بس فالمباراه خلصت لينا بونت، كنا المفروض ناخد اكتر بوينتس لينا اكتر، بس الحمد لله. كان بيفضل يقول لنا ولا يهمكم حتى لو خسرتوا نكسبوا، بس العبوا بقلب وبروح، وانتوا لابسين الفانيلا الحمراء يعني الاهلي، يعني الحماس كله، حتى لو خسرتوا ولا يهمكم، بس لازم تكسبوا عشان انتوا النادي الاهلي.